بيظهر شخصية البطل مع فريق كبير زي ريال مدريد، وشخصية أنشيلوتي الحقيقة اللي كمان بيأكد بجدارة أنه من أحد أساطير التدريب في العالم في تاريخ كرة القدم الحقيقة أنشيلوتي. يعني أنشيلوتي كمان بالخبرة اللي هو فيها عنده تحديات الشباب. لو تفتكر وقت الولايه الاخيره لريال مدريد اللي احنا فيها دي، كان العرض المقدم ليه اقل من اللي بيتقاضيه في ايفرتون تقريبا، وفي نفس الوقت كان ريال مدريد بيمر بظروف صعبه جدا. صحيح. وفي توجهات عامه بتقليل الانفاق وعدم الاعتماد على الاسماء الكبيره والاكتفاء بالنجوم الصاعده. يعني هو قبل التحدي وما فضلش ان هو ينتزل فريق كبير تاني، فكان طبيعي ان هو تنعكس خبراته على اللعيبه الصاعده، يعني زائد اللغه الكويسه اللي مع اللعيبه القدامى اللي فاز معاهم ببطولات كتير. يعني فانشيلوتي صب في ريال مدريد عناصر كبيره جدا، وقدر ان هو يقود الفريق في مباريات صعبه، وان هو بالحيل الخططيه اللي بيمتلكها بمسيرته الكبيره ان هو يرجع الماتشات من بعيد ويحقق الفوز. فكمان ريال مدريد تراكم الخبرات في اللعيبه العناصر الكبيره اللي موجوده بالفوز بالابطال او حتى الهزائم الاخيره في النسخه اللي قبل دي في الاوقات اللي هي المختلفه، حتى هزيمه السيتي في النسخه اللي قبل دي، زادت من خبرات اللاعبين وعززت ما يعرف بشخصيه البطل. يعني انا في نظري شخصيه البطل تراكم خبرات مدرب، تراكم خبرات لاعبين، ايمان الفريق ان هو يقدر يكسب في اي وقت. يعني حتى لا مفيش استعجال لتحقيق الفوز، مفيش استعجال لتكثيف المحاولات الهجوميه وان هو يجيب جون. فطبيعي ده يعني منح الفريق انتصارات ما كانتش متوقعه نهائي، يعني رغم الفارق الفنيه. رغم الفوارق الفنيه، واللي اتفرج يمكن على مباراه ريال مدريد وبايرن ميونخ، الحقيقه كان ريال مدريد الافضل على مستوى الاداء فعلا، لكن الحقيقه كان في خطا تحكيمي كبير جدا جدا جدا، يمكن السوشيال ميديا في العالم كله اتكلمت عليه، هدف ملغي بداعي للتسلل لفريق البايرن في وقت كان صعب جدا، تسرع الحكم في اطلاق الصافره، يمكن اللاين مان مع يعني رفع، لكن المشكله الحقيقيه ان الحكم صفر بالظبط، ومما صعب بالرجوع كمان لتقنية الفيديو. فكان شفت اللقطة دي ازاي؟ هو بص يا كابتن، الحالة دي تحديدا فيها كذا شيء مركب. في البداية يعني مش الحكم الكرة لما رجع التاني، هو يعني انطباعه ان الهجمة كده خطورتها انتهت. يعني الهجمة كانت راحة على جول ريال مدريد، فلما ردت للخلف هو يعني هو شاف ان كده الهجمة خطورتها انتهت، رفع الراية قبل التصويب ما تيجي ويكون الهدف. يعني طبعا في خطا تحكيمي فج بانه هو ما استناش الفرصه تكتمل للنهايه وكان يقدر يرجع للفار، لكن المساعد ورط الحكم. صحيح ان الحكم كان المفروض يبقى اهدى من كده، لكن في الوقت ده والماتش مشغول، حكم كبير برضه محمد، يعني طبعا انه يستعجل كان ممكن جدا زي ما انت بتقول يسيب ما يصفرش على طول، بعد الكره حتى تتشاط تطلع بره تخش جون ويبدا بالزبط. يصفر ويرجع تاني للفار، لكن الحقيقه كان خطا تحكيمي فج. وده بعيدا عن الحاله نفسها ايه، يعني على فكره في حاجات بتقول ان الحاله اوف سايد فعلا، يعني لكن في النهايه في خطا قبل الحاله نفسها وخطا كبير، لكن ده دليل جديد ان حتى في وجود تقنيه الفار اخطاء كره القدم مش هتتوقف وتكون جزء من اللعب، حتى لو موجود فار وحتى لو موجود قواعد اكثر انضباطيه يعني في الحالات التحكيميه. فبايرن ميونخ قدم مباراه كبيره، لكن في النهايه انا بشوف زي ما قلت لحضرتك في الاول، موسم توماس توخيل ما كانش يستحق ان ينقذ ببطوله كبرى. يعني استقبل اكثر من 40 هدف في الدوري الالماني، رقم كبير جدا، في خمس او ست فرق استقبلوا اكثر من كده من الكبار، ما قدمش اللي يشفع منه. كمان هو كان جاي يضيف طابع تكتيكي دفاعي على الفريق، فشوف حاله الفريق عامله ازاي، يعني دفاع الفريق مستباح بشكل كبير يعني. فاعتقد ان كانت الامور مهيئه ان ريال مدريد هو اللي يفوز. طيب النهائي المنتظر ريال مدريد امام دورتموند، كل الامور رحل ريال مدريد وكل الناس بتتكلم المباراه محسومه بشكل كبير جدا، وان كان اقصى طموحات دورتموند هو الوصول للمباراه النهائيه، ولكن اللي تحت ضغط هذه المباراه هو ريال مدريد. شايف فعلا فرص ريال مدريد هي الاقرب لفوز بالتشامبيونز ليج، ولا دورتموند قد يحقق مفاجاه كبيره؟ يعني شوف يا كابتن، احنا لو مشيناها حسابات ومشيناها ارقام، بالنسبه للحسابات نزلوا لك الحسابات دي، المقارنه طبعا الماليه ما بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند على مستوى الايرادات وعلى مستوى الارباح، على مستوى فاتوره الاجور والنفقات، وطبعا المكاسب والخسارة بالنسبة للناديين طرفي نهائي دوري الأبطال. اتفضل. بقول لحضرتك لو شفنا الحسابات المبدئية ما كانش الطرفين دول موجودين في النهائي، يعني حتى ريال مدريد رغم عظمته وقوته وأنشيلوتي، لا يعني كفة السيتي كانت أرجح بكتير، يعني بالنظر للعوامل الفنية برضه والمالية. ف
الحسابات مش هتحسم النهائي كمان زي ما حسمتش البطاقات اللي قبل كده. تبزيتش عايز ان هو هي ماتش واحقق انجاز ما حصلش قبل كده وتجربه تروح لمنطقه تانية خالص. فانا اعتقد ان التوقعات والتكهنات هتكون صعبه خاصه بعد التعاقد، يعني بعد شبه التعاقد مع كيليان امبابي في ريال مدريد. يعني حضرتك لسه جاي لك في السؤال ده، يعني هو هو شبه خلاص طلع وصرح ان هو خلاص دي اخر موسم ليه في باريس، وخلاص التقارير الاوروبيه كلها ان المساله شبه انتهت خلاص يعني في ريال مدريد الموسم المقبل يعني. فاعتقد ان الخط الهجوم اللي ريال مدريد بيشهد حاله من التناغم والانسجام الخططي والنفسي كمان في العلاقات داخل غرف الملابس بين بلينجهام ورودريجو فينيسيوس. فاعتقد مش عارف انطباع ان الثلاثه دول يعرفوا ان مبابي موجود الموسم المقبل هيكون عامل ازاي. يعني هما الثلاثه مستوى نجوميه متقارب جدا، فينيسيوس اعلى شويه، فاعتقد ان هما خلاص شايفين ان في نجم هو النجم الاوحد اللي جاي الموسم الجاي. ده كمان انطباعاته الخططيه عليهم ايه، في لعيبه يعني هتتغير من وضعها التكتيكي جوه الملعب. فاعلان مبابي قبل نهائي اوروبا انا اعتقد ان هو لا يصب في مصلحه ريال مدريد اطلاقا، يعني لا يصب في مصلحه ريال مدريد كفريق كالعناصر الهجوميه تحديدا الثلاثه اللي قلت لحضرتك عليهم. يمكن ما اعتقدش في حاجه رسميه من ريال مدريد. لا ما فيش، لكن اللي رسمي هو انهاء رحلته مع باريس والتقرير اللي متاكد خلاص ريال مدريد الوجهه المقبله يعني. لكن خلي بالك وكنا بنتكلم على عبقريه الاداره، يعني ريال مدريد يمكن اللي فاتت كلنا عارفين كان مقدم عرض تقريبا 200 مليون جدا 200 مليون 200 مليون يورو للبي اس جي عشان ياخد طبعا امبابي، لكن هو جاب بقى بلينجهام الحقيقه عامل موسم خرافي مميز جدا، ما كانش حد متوقع تماما هذا الاداء لبلينجهام، انتقاله من بروسيا دورتموند لريال مدريد وتألق غير عادي. هل كنت تتوقع انت دوت؟ هل ده هيؤثر على يعني وجود مبابي هيؤثر زي ما كنا بنتكلم على وجود نجوم كتير في الفريق ممكن قد يؤثر فنيا على الفريق؟ بالطبع يا كابتن، يعني بعيدا عن الناحيه النجوميه والناحيه داخل غرف في الملابس دي نركنا على جنب، التوظيف الخططي للنجوم هيختلف جدا. انشيلوتي بيعتمد على الثلاثه في الخط الامامي، الاثنين اللي على الاجنحه بيمتلكوا ادوار دفاعيه كبيره بيساندوا فيها في مع الاظهره. اعتقد ان مبابي توظيفه هيكون مختلف، لو هيلعب جناح فهو مهامه الدفاعيه هتكون اقل بكتير، ولو هيلعب بيلعب مثلا جناح ناحيه شمال ناحيه فينيسيوس هيخش كراس حربه او شادو سترايكر، هو هتحاول تجربه في الجانب الايمن يعني، وقتها رودريجو هيبقى في مشكله بالزبط. ففي حد من الثلاثه هيقعد. فاعتقد ان هو يعني ريال مدريد يعني عندهم عارفين هيعملوا ايه، يعني في انطباع مبدئي للمرحله المقبله خططيا زي ما كان في انطباع عن الرؤيه التسويقيه والنفس الطويل في حسم صفقه امبابي، مفيش استعجال مفيش يعني مراهنات كبيره. فاعتقد ان هيكون تاثير مزدوج، يعني هيكون سلبي على بعض اللاعبين في الخط الامامي، والايجابي المنتظر بقى هو حاله التوهج بتاع امبابي نفسه، يعني لازم يعبر عن نفسه في بطوله كبرى، الدوري الفرنسي بطوله كبرى وكل حاجه، لكن مش الدوري الاسباني ولا الدوري الانجليزي في النهايه. مستوى منافسه كبير، فريق كلاسيكي كبير بيقدر ان هو يمنحك الكره الذهبيه. فاعتقد ان مبابي قدام تحديات كبيره جدا في مسيرته الجايه. طيب مبابي قدام تحديات كثيره، ولكن عايز اخدك كمان لايقونه يمكن ريال مدريد، نتكلم على مودريتش نهايه عقده هتنتهي، لسه ما فيش اي تفاوض ما بينه وما بين ريال مدريد، والامور بالنسبه له لم تحسم بعد. شايف كمان مستقبل او سنتين ثلاثه اللي جايين لمودريتش، هل سيعود لبلاده؟ هل هيستمر مع ريال مدريد الموسم القادم؟ شايف ده ازاي؟ يعني مودريتش بصراحه المقوله اللي بنقول كل ما بيجوا بيحلو دايما بنقولها على لعيبه كتير جدا، لكن المثال الحي الحقيقي الوحيد هو مودريتش. يعني ممكن يلعب ربع ساعه بس كفيله ان هو يغير الماتش، ان هو يغير الملعب، ان هو يعطي الثقه لزملائه ويكسبهم خبراته، تمريرات ساحره، تصويبات من بزاويه ما تتوقعهاش. فاعتقد ان لا غنى عنه في الفريق، ولكن دايما ريال مدريد والفرق الاوروبيه عامه عامل السن بيكون مؤثر جدا، انها بتحتاج ان هي تبني لقدام. صحيح. فاعتقد ان هو الكره اكتر يعني بحسب التقارير الاسبانيه والسعوديه في ملعب مودريتش نفسه، هل هيقبل ان هو يكمل موسم بميزانيه اقل في راتبه وبدور محدود لدقائق يعني في الماتشات، ولا هيروح السعوديه؟ راكيتيتش لما سالوه رفض ان هو يحسم الموضوع يعني. لا بس في الغالب اعتقد ان مودريتش قد يكون في الدوري السعودي السنه الجايه. بالظبط يعني في عروض قويه جدا. كانت موجوده من الشتاء. بالظبط، واعتقد كمان بقى مكانه يعني ايقونه كبيره جدا، ولغايه دلوقتي بيأدي بشكل افضل شكل اكتر من رائع، لكن زي ما انت بتقول هو مرحله البناء للمستقبل بتعصف بيه يعني من التشكيل الاساسي. تشابي الونسو مع ليفركوزن، تاريخ كبير جدا بيبنيه ليفركوزن بفوزه بالدوري الالماني اول مره في تاريخه، الوصول
نهائي الدوري الاوروبي. شايف مباراته امام اتلانتا ازاي؟ هل سيستمر في هذا التوهج او هيكون لاتلانتا راي اخر؟ الخوف الوحيد على ليفركوزن هو لعنه الارقام القياسيه، يعني اقصت الهلال من دوري ابطال اسيا امام العين المرشح الاقل حظوظا والاقل في القيمه التسويقيه واللي بره التصنيف الاول في الامارات في المركز الرابع دلوقتي في الدوري. السلسله كانت مشابهه جدا لليفركوزن، فاحيانا السلسله دي بتكون بتولد ضغوط وبتولد اللي هو عمليه انتظار، طب السلسله دي هتكسر امتى؟ فلا، ليفركوزن على الورق فريق خططي منضبط جدا يمتلك الحظوظ الاكبر. اتلانتا عامل موسم كويس، اقصى ليفربول طبعا ما ننساش ده، ولكن حاله ليفركوزن بتقول ان هو لازم يتوج بالبطوله، يعني خد الدوري الالماني على مشارف الكاس، لازم الثلاثيه دي تتحقق. يعني تشافي الونسو كمان بيمتلك قدرات خططيه مميزه جدا. جوزيه مورينيو تشافي الونسو مستمر الموسم الجاي مع ليفربول، بعد التقرير كان بيتكلم قبل كده على ليفربول. بايرن ميونخ الامور ما تمتش، هو رفض يعني، وغالبا هو بيفضل ان هو يكمل، وده ذكاء منه صحيح. ويعني هو من بدري، يعني حتى جوزيه مورينيو في 2018 او 17 قال ده شخص اتولد في بيئه خططيه بحته، والده مدرب بيمتلك المهام الشخصيه للقياده، يعني حتى في الملعب كان جاد وقت الاحتفالات ما بيبتسمش، فهو تنبأ له كده انشيلوتي اشاد بيه من قبل ما ياخد التجربه صحيح. الاولى ليه، وهو كان في الموعد، رشحه انه يكون يعني على مساعد. راس الاداره الفنيه كمان المستقبل. فهو دلوقتي هو يعني بيصدق في نبوءه الاثنين دول، وبيقدم نفسه بشكل كويس جدا، وخلال سنتين ثلاثه اعتقد ان هو ممكن يكون خليفه جوارديولا في اهم مدير فني في المستديره. يعني محمد بن